بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عايز اعمل ملف بي دي اف 3 دي من اي موديل، ممكن برنامج اسمه 3 دي بي دي اف ميكر فور ريفيت، هقول له فايل، هقول له عايز ملف جديد نيو، اوكي. بعد كده هقول له اد 3 دي، وبختار احط الملف 3 دي فين، فبيقول لي قدامك اختيارين، يا اما من ملف ريفيت يا اما من ملف دي دبليو جي. هاجي هنا اختار ملف يكون اصلا معمول 3 دي وصدر للاوتوكاد، ليكون مثلا في هنا، وليكن دوت، فبيبدأ يعمل له عملية امبورت، بحيث ان انت ممكن تبعته لحد ما يكونش عنده لا اوتوكاد ولا ريفيت ولا اي حاجة خالص، ويقدر يفتح الملف ويقدر يلف حوالين المبنى ويشوف ويعمل سيكشن ويشوف لو في اي مشاكل موجودة في المبنى الثري دي. الاقي الرسالة طلعت لي، اقول له يس اهوت، اقول له اوكي، بحيث ان انا اقدر بعد كده افتحها مع اكروبات ريدر او اي مع اي برنامج بيقرا البي دي اف 3 دي يشتغل معايا بدون اي مشاكل خالص. اقول له سيف وسيفه هنا، اقول له 3 سيف، هاجي افتح اكروبات، هلاقي فتح اهوت، هقول له شغل الملف دوت، هلاقي الملف فتح معايا. تقدر تعمل له روتيت زي ما انت عايز، تلفه زي ما انت عايز. سيكشن تقدر تشوف الموضوع مثلا سوليد لو انت عايز، تقدر تغير اللايتنج، تقدر تغير الخلفية، تقدر تشوف مانج فيو، تشوف لو في اي فيو تختاره، ممكن تقول له انا عايز اشوف الاجزاء اللي جوه، بحيث ممكن تخفي اي حاجة انت عايزها، مثلا هلغي البيم مثلا، تبدأ تشوف الأجزاء اللي موجودة وهكذا.